انتظارنا لرمضان كل سنة مش عادي، استقبالنا ليه مش عادي، فرحتنا بيه مش عادية. بس هل عادي إن رمضان يجي ويمشي وإحنا زي ما إحنا، مشاكلنا زي ما هي؟ بالعكس زادت، خلافاتنا كترت، تربيتنا لأولادنا، علاقاتنا ببعضنا، تعاملاتنا اليومية، تطويرنا لنفسنا، كلها انقلبت مش عادية. العادي إن رمضان يجي ويمشي ويخلينا ربنا أقرب ومع بعضنا أحن ونفسنا أكثر استقرار وأمان. خلينا نرجع العادي لبيوتنا، الاستقرار، المحبة، التسامح، الجيرة والصحبة الصح، الخيارات الصح والتربية الصح. المش عادي اللي نبوه السنة هذه أن رمضان يرجع حياشنا عادية وأسرارها فرح وهني. نبي نغير معيني على رمضان، أختي مش خير مني، دارت حتى صالون جديد. كانت تشوف عزومة أختك السنة اللي فاتت في رمضان ما خلت خير، نبي فستق ونبي لوز وكاجو ولحم مشكل، في هلبة أكلات جديدة نبي نديرهم في رمضان. والله أنا تعبت ومعاش قادر نلحق على هذا كله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام، مشاهدين قناة ليبيا الأحرار. كل سنة وانتم طيبين، وإن شاء الله رمضان يخش بيوتنا بالفرح ويطلع منها بالهنا يا رب العالمين. معاكم أول حلقة اليوم في برنامج الحوش وأسراره، إن شاء الله حنطلوا عليكم طيلة شهر رمضان المبارك ما عدا يوم الجمعة في نفس التوقيت، هذا الساعة 3 بتوقيت ليبيا. هنطرق الأبواب المقفلة ونلقوا مفتاح لكل باب موصد بعون الله وبتواصلكم معنا وبعرض المشاكل وبإيجاد الحلول من داخل البيوت بإذن الله. اليوم عندنا سؤال طرحناه في الصفحة، كل يوم يطلع سؤال للحلقة اللي بتكون بكرة، يعني في الليل تتابعوا صفحة القناة هتلقوا سؤال إجابته لكم مهمة جدا، لأن احنا تخلينا نعرفوا وين التوجه اللي ماشية به بيوتنا الليبية. تواصلكم معنا عن طريق الاتصال على رقم الواتس اللي موجود أسفل الشاشة، كذلك تعليقاتكم على البث المباشر للحلقة اللي موجود على صفحة قناة ليبيا الأحرار. السؤال اللي سألناه لكم، كيف ممكن نتجنبوا هدر الطعام والإسراف المبالغ فيه في شهر رمضان المبارك؟ في انتظار أنكم أنتم تتواصلوا معنا تجاوبون على هذا السؤال وتعطونا آراءكم فيه، خلينا نمشي مع بعض ونسمع إجابة نفس السؤال اللي طرحناها على الشارع الليبي. لا ما ناخدش معي، عادي رمضان زي الأيامات العادي، يعني اللي موجود عندي حنستعمله حتى في رمضان، ما فيش مشكلة. الإسراف ممكن في أن تزيد المشتريات، إيه لكن معين باش نغيرهم كل سنة ناقص نجيبه فقط. من ناحية زوجتي أنا في شهر رمضان ما فيش هذاك الإسراف، يعني أني عايش يوم بيومة، كل يوم بيوم عايش، يعني طلبات خفيفة، حاجات خفيفة، يعني مش هذاك الإسراف الكبير. أكيد مصرفة هلبة يا أخي، هلبة هلبة يا. والله بالنسبة لي ماشيش معين ديما، يعني كان الحاجة فسدت أوكي نشري، كان ما فسدتش ما نشريش. نشري اللازم بس، إيه اللي لازمني واللي نقصني بس، أكثر من هيك لا ما لاخدش. لا سنة الفاتت خديت حاجات ب 450 لكن معين أنا ما عنديش نهائيا، خديت معين وحاجات يعني لازمتنا. بالنسبة للأسرة عندي نعم نحسس بها، يعني في إسراف كبير يعني عرفت علاش، فأغلب الأحيان إنه يصير في اتفاق بخصوص الوجبات اللي بتتهيأ عرفت. شفنا الاستطلاع اللي كان رد الناس في الشارع عليه هذا السؤال اللي هو هل في إسراف في رمضان أو لا، وكيف نقدر نتخلص من الماكلة اللي قاعدة تتلوح. الإسراف الزايد في هذا الشهر هو على طول السنة، بس في الشهر هو نشوفه أن كأن الحياة كانت ما فيهاش أي حاجة، كأن البيوت ما كانتش تاكل ولا تطيب ولا تلبس ولا الموضوع هذا. شفنا تعليقاتكم فيه، البعض قالوا أن هم ماشيين على نظام معين ياخذوا في اللازم بس، وفي البعض، في سيدة قالت أنها هي مسرفة، وهذا أمر جميل، مش أنها مسرفة، إن هي عارفة نفسها، لأن الطريقة الصحيحة لتغيير أي أمر سيء إن احنا نعرف نفسنا عندنا المشكلة أو لا. ها نحن نجون نطرحوا حاجة مهمة جدا، أصلا
شنو هو الإسراف؟ وهذه مشكلة كبيرة، إن احنا ما عندناش فهم أحيانا لبعض المعايير، أو ناخدوها بمعيار عام فيسقط مننا الميزان وما نقدروش نغيره نفسنا، حتى لو احنا عرفنا إن عندنا المشكلة ما نقدروش نغيره. الإسراف عنده معيارين، المعيار الأول اللي هو المعيار العام، أن يكون كمية مشترياتي تساوي كمية استهلاكي، هذا معيار عام لكل الناس، يعني أي إنسان المفروض الأشياء اللي هو يجيبها، الأشياء اللي هو ياخدها تكون تساوي اللي هو بيستهلكه. بس في معيار خاص، شنو هو المعيار الخاص؟ أن مشترياتي تناسب دخلي، يعني مش بس احتياجي، دخلي، يعني اللي يقدر بياخذ احتياجاته، بس اللي دخله ما يناسبش احتياجاته، إذا كان زاد احتياجاته أو اشتراح احتياجاته عن دخله، فهنا يبدأ دخل في حالة الإسراف. هنا علشان كل واحد فينا، سيداتنا بنياتنا اللي في البيوت، وأيضا الرجال اللي معانا اللي مسؤولين عن هذا الأمر، ينتبهوا، لأن مرات احنا مركزين على المعيار العام بس وناسيين المعيار الخاص. خلينا ناخذ هذا الاتصال قبل أن نكمل تفاصيلنا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وانت بخير وعافية. انت اليوم أول وحدة معنا، معناها انت ما شاء الله عليك، يعني أول اتصال في أول حلقة في أول موسم، ربي يحفظك إن شاء الله. عارفينا باسمك؟ ربي يحفظك إن شاء الله. معك أم الفاروق من طرابلس. أم الفاروق، أم الفاروق، شن حابة تقولي لنا؟ أولا قبل لا تدوينا على أي شيء، نبيك تحكي لك بعجالة الأجواء العامة في رمضان، ريحة رمضان السنة هذه في طرابلس في عجالة. أول يوم ما شاء الله بخير، زي ضيت ما شاء الله تبارك الرحمن. وحاجة تانية دكتور، نشكرك على برامجك واختيارك لمواضيعك، واللي تطرق كل بيت عربي، وإحنا محتاجين للحاجة هذه، لأن يعني ولينا في زمن الله المستعان. بارك الله فيك دكتورة. اختيارك للموضوع الإسراف بالذات في وقتنا هذا، لا نعرفه إسراف لا نعرفه هلع، يعني الله المستعان، نتبع في الموضة ولا نتبع في فاختيارك حلو، ويعني إن شاء الله ربي ما يجعلناش من المسرفين لا ضرر لا ضرار. وهيك يا ناتا، بارك الله فيك يا أم الفاروق، جزاك الله خيرا. شكرا أم الفاروق. كلمة جميلة قالتها أم فاروق، إن معاش ولا حتى إسراف ولا هلع، شن يعني؟ اللي هو هذا اللي قلته قبل شوية، المعيار العام سيطر على المعيار الخاص، معاش مركزين على مدخولنا ولا حتى على احتياجاتنا، على مظاهر عامة. وهنا لازم ننتبه للأسباب أصلا، بهي مدام أنا عرفت، يعني في سيدة معانا في الاستطلاع في الشارع قالت أنا مسرفة، هي معترفة بنفسها، وكذلك أكيد في الكثير من الشباب والبنات الآن هم يعرفوا روحهم دخلوا في موضوع الإسراف. كيف نتعالج من هذا الأمر؟ كيف نتخلص منه؟ أولا لازم علشان أي أمر أنا نتشافى منه ونطلع منه، وأنا نتعمد نقول نتشافى، لأن العطب السلوكي الصغيرة هو ممكن يتفاقم معنا ويولي كارثة، فلازم نعرف الأسباب. أولا الإسراف عنده ثلاث أسباب، سبب الأول سبب ذاتي، ثم في سبب اجتماعي، ثم في سبب بيئي، وهنقول كل واحدة فيهم شن تعنينا. السبب الذاتي اللي هو أنا معرفتي أنا الذاتية بنفسي، أنا عارف روحي شن نبي وشن ما نبي، أيضا تقييمي لنفسي، هل أنا مكتفي بإنجازاتي؟ هل أنا مكتفي باللي حققته في الحياة؟ لأن مرات هلع الشراء والإسراف الزايد لتعويض نقص أنا نشعره، لأن ممكن البعض في أثناء تربية معينة صار عليهم ضغط في الطفولة، يعني خلينا نكون واقعيين، يعني أحيانا بالذات البيوت اللي فيها 4-5 أولاد، يعني أولاد نقصد بنات وذكور، باهي يصير تهميش، اسكت أمشي عادي ما يلاك، فيصير عندهم كسر في الأنا الذاتية، يعوضوها بعدين بأي سلوك يكون فيه تطرف حاد جدا زي الإسراف. قبل لا نكملوا باقي الأسباب نقولوا ألو السلام عليكم. السلام عليكم. يبدو أن الاتصال انقطع. عاودي معنا ثاني، في اتصال ثاني معنا. السلام عليكم. السلام عليكم دكتورة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك دكتورة؟ أهلا وسهلا، من معايا؟ معك مريم عون من تورغة. مريم، أهلا يا مريم، وأهلا بكل أهلنا وأحبابنا في تورغة، وربي يحفظ لك البيب الصغيرون اللي قاعد يدندن بحدك. مريم شن حابة تقولي لنا في موضوع؟ نعم يا مريم. والله عاجبني البرنامج هلبة، وإن شاء الله كل سنة طيبين ومبارك عليكم الشهر. بارك الله فيك، جزاك الله خير. مريم
هل انت مسرفه بالطبيعي؟ اصدقينا مع نفسك توا بكلمه حقانيه، انت مسرفه والله يعني نص نص والله شاده الميزانيه صح؟ لا والله الحمد لله نعتبره يعني في هالوضع هذا كويس يعني الحمد لله ان شاء الله ربي يدوم تمام. وبالرؤيه العامه وضع الوضع العام في بلادنا بالعام، هل تشوفي انه فعلا في اسراف في بعض البيوت فيها مظاهر بزياده خاصه في رمضان؟ اكيد 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 في رايك في رايك في رايك شنو اهم سبب يا مريم؟ نعم اهم سبب للمظاهر الزايده اللي بدات تطلع علينا بالذات في رمضان، شنو السبب في رايك اهم سبب؟ والله السبب ما فيش مسؤوليه، ما فيش يعني هو اني نعتبر حتى الاسراف يعني عدم مسؤوليه. هل السوشيال ميديا لها دور؟ هل السوشيال ميديا لها دور؟ نعم هل السوشيال ميديا لها دور في المظاهر اللي قاعده تصير في رمضان؟ اكيد ايه اكيد ايه، المظاهر هي وخاصه التصوير وما فيش مراعاه يعني حتى لشعور يعني الناس فيه يعني نعم جبر يعني خواطر الناس اللي ما عندهاش يعني قدره على ستوريات نعم. قصدي راعوا في ناس يعني يتامى، في ناس دخلها نعم. محدود جدا نعم. يعني قصدي هي قداش انا هني الصراحه يعني عن نفسي يعني متغشش منها الحركه هي. قصدي في مراعاه للناس، قصدي في اللي يقول لك يا ريتني ناكله، يا ريتني شوف ايش مدايرين قصدي النفس تشتهي لكن احيانا لا تستطيع اليد انها تتبع مشتهيات النفس. بارك الله فيك مريم، جزاك الله خير. بارك الله، ان شاء الله كل سنه طيبين وانت كذلك وكل اهلنا يا رب العالمين. اذا زي ما قلنا ان شاء الله. شكرا يا مريم، شكرا. اذا زي ما قلنا اصلا الاسراف ليه اسباب لازم نعرفوها الاول، الاسباب اللي احنا تخصنا. الاسباب الذاتيه اللي شرحتها لكم وهذه لازم نركزوا عليها وركزوا عليها تو في تربيه اولادنا. وقبل ما نقول الأسباب الاجتماعية والبيئية نقول ألو السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا يا أحمد. أحمد مظبوط الإعداد قال لي اسمك أحمد. أهلا يا أحمد، من وين تكلم فينا؟ من مرزق يا أهلا بيك وبأهلنا بمرزق الجنوب الرائع الجميل. توا أنتم عاد رمضان والتمر، التمر مرزق الجميل يعني غني عن التعريف. تسلمي. بارك الله فيك، تفضل ابني احمد، شنو بتقول لنا عليه الاسراف ومظاهر الاسراف في رمضان؟ بدايه اشكرك قناه ليبيا الاحرار الوقره، واشكرك انت على انتقاء هذا البرنامج واهتمامك بجانب الدين، ونرى الكثير منهم من في مجتمعنا يعني يستخدمون اسلوب الاسراف بكثره، وأنا أرى بأن السبب الرئيسي لهذا هو ضعف بالمسؤولية والاهتمام بالمظاهر كثيرا وانتشار السوشيال ميديا بصورة واسعة، ويعني الدائرة يعني اللي هم مهتمين بها اللي مستخدمين سبل الإسراف هو التصوير وتنزيلها على السوشيال ميديا، وبالأخير يعني هي المظاهر يعني. نعم نعم، شكرا أحمد بارك الله فيك، وتحياتنا لكل أهلنا في مرزق الجنوب الحبيب. شكرا يا أحمد. زي ما قلنا زي ما قال توا وليدي أحمد اللي هي تأثير السوشيال ميديا، ليش تأثرت علي؟ ليش أنا تأثرت بالمظاهر؟ لأنني عندي خلل في الأنا الذاتية، لأنني أنا نبي نعلي روحي بأي حاجة. يا أما أنا تكسرت وأنا صغير هلبة، ما تكسروش صغاركم توا، علوا لهم الأنا بتوازن، ما نبهمش أنانيين، لكن نبوا يبدأ عندهم كينونة ذاتية، احترام لنفسهم، احترام لقدراتهم. هنا أبحثوا عن الخلل داخلكم، إنجازاتكم، شن درتوا في الدنيا، شن حققتوا، علاقتكم بربكم، كل التفاصيل هذه تأثر في تأثيركم في تتبع أمر معين من الإسراف. ثم الأسباب الاجتماعية، للأسف الأم شن جاب لك راجلك، ولا أشحي أختك شن دارولها، ولا كذا وكذا وكذا. يعني احيانا الولد او البنت يكونوا ثابتين ما يبوش يصرفوا، بس اللي حواليهم. وانا تعمدت قلت اختك، لان الامهات احيانا للاسف ياثروا في خلل بيوت بناتهم، تبدا البنت هي تبي تتوازن وعارفه ظروف زوجها، لكن بسبب ضغط امها عليها وهذا شنجاب وهذا منشاب يولي عندها توتر وتلقى روحها تصرف بدون ما تعرف. فهنا تاثير اجتماعي عالي. حندخل على الاسباب البيئيه اللي مهمه جدا بس بعد ما ناخذ هذا الاتصال. الو السلام عليكم. السلام عليكم، يبدو أن الاتصال انقطع. السلام عليكم،
يبين ان الاتصال صارت فيه مشكله، عاودوا اتصلوا بينا ثاني اللي انقطع عندكم الاتصال، وكل من حاب يتواصل معنا جاهز الاتصال. هيا السلام عليكم. في مشكله في الاتصال للاسف، في مشكله مره ثانيه في الاتصال. نعاود ناكد كل اللي حاب يتواصلوا معنا الاتصالات عن طريق الواتس على الارقام موجوده اسفل الشاشه، كذلك بامكانكم تكتبوا تعليقاتكم على البث المباشر للحلقه الموجوده الان على صفحه قناه ليبيا الاحرار، وان شاء الله حنقروا تعليقاتكم ونكمل في السبب المهم جدا، السبب البيئي. شنو يعني السبب البيئي؟ ما انت تو قبل شويه قلت لنا الاجتماعي يفرق تماما. السبب البيئي ان احنا كلنا صنيعه البيئه متاعنا، من عمرنا يوم واحنا نكبروا زي ما يكبر جسمنا تتراكم كمية من الذكريات في عقلنا اللاوعي. هي في الأول كانت في الوعي، أنا وأنا عمري 3 سنين عارف الحاجة، بعد عمري 5 7 8 توخر تمشي للاوعي، وتبدأ هي مخزون ذكرياتي، مخزون الصور والمشاهد والمواقف اللي موجودة في ذاكرتي. هذا اللي احنا نسمه فيه قاعدة البيانات للعقل الواعي. لما يصير أي موقف عقلك الواعي يجبد المعلومة من تالي من الأشياء اللي تعرضت لها في حياتك. فبالتالي لما انت عرفت ان الحاجه هذه كانت غلط، اهلي زمان غلط، خواتي زمان غلط، حياتنا زمان غلط، بس شن صار؟ انت تبي تتغيري وانت تبي تتغير، لكن لما يصير الموقف تلقى روحك زيهم. هنا لابد ان نديروا طريقه تخلينا فعلا قناعاتنا توافق تصرفاتنا. بس قبل لا نقولوها خلينا نقروا بعض التعليقات، ومش حنقروا توا التعليقات، حناخذ اتصال الاول. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا؟ أم عبد الرحمن من مصراتة. أم عبد الرحمن مصراتة ولا صبراتة؟ مصراتة. مصراتة، أهلا بمصراتة وبكل أهلنا في كل ربوع أهلاً ليبي. أهلا بك دكتورة، جزاك الله خير على هالبرنامج القيم، الله ربي يثقل به موازينك وجميع فريق العمل، وبارك الله فيك على توجيهاتك الكريمة والسديدة، ونسأل الله ربي يبارك لك يا رب إن شاء الله، ونحن في الاستماع وبتنفيذ إن شاء الله كل كلمة توجيهاتك وتعليماتك. جزاك الله خير، بارك الله فيكم، والله أخجلتموني. شن حابة تقولين على موضوع الإسراف؟ أنا نبي نسمعك، هيا أعطينا شن تبي تقولين في موضوع الإسراف في رمضان. والله دكتورة موضوع مهم جدا ونعانوا منه الأيام، وواضح على أرض الواقع في الزحمة اللي صايرة بين الناس وكذا، ممكن في ناس محتاجة ما نزلتش إلا مرتباتها إلا توا كذا، لكن الفكرة أن فعلا في إسراف خاصة على السفرة في الإفطار يعني. لكن نسأل الله أن ربي يهدينا ونقننوا الفكرة. أن حضرتك مرة في واحدة من فيديوهات عطيتينا توجيه النساء في المطبخ، كتينا مثلا اللحم الدجاج مفروم في نفس السفرة، ممكن نوع واحد يكفي وتعدد به حتى صحيا هو غير جيد للمعدة، اليوم طبقتها. نعم جميل، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. جزاك ونلتقي ان شاء الله، وبارك الله فيك على هذه وفيك كذلك. خليكم معنا ان شاء الله، حنقولوا حلول مع بعضنا في الحلقه. بس قبل نقول السبب البيئي المهم جدا، او كيف احنا قلناها السبب البيئي، بس كيف نتعالجوا منه وكيف نطلعوا من اثره علينا، خلينا نقرا بعض التعليقات اللي جتنا عليه سؤال الحلقه. احنا كل يوم نحط فيه سؤال على الحلقة المتاع بكرة، يعني اليوم في الليل إن شاء الله هتلقوا سؤال على حلقة بكرة، وهكذا تعليقاتكم عليها حنقروها. أول تعليق معانا، بس هو شيماء تقول، بس هو ضاع مني تعليق بعد إذنكم. تمام، أول تعليق معانا، معلش سامحوني، أول تعليق معانا شيماء تقول حاولت ما نشريش، أو حاول ما تشريش الأكل وقت تكون صايم، لأنها حتشري أكبر من الكمية اللي تحتاجها، فبالتالي حتهدر الأكل. شيماء دارت لنا خطوات، 2 طيب الكمية اللي نحتاجها بحيث ما يقعدش عندي فائض وتضطر تتخلص منه، وبهيك تكون هدرت الأكل. رمضانكم مبارك، جدا متشوقة للبرنامج وأكيد حيكون رائع بروعة الدكتورة رقية، بارك الله فيك، بروعة حضوركم أكيد، وخطواتك جميلة جدا يا شيماء، أنا الحقيقة عجبتني، وحتى في التعليق أنا درت لك عليها أنها هي عجبتني. عائشة مصطفى تقول عدم الإكتار من عدد الأصناف بحيث يكون كل شيء باعتدال، ووضع وترتيب الأنواع لأنواع الطعام طوال الشهر، وشراء ما أحتاجه وما يلزم حسب
حسب الجودة تقريبا، مش واضح بن أو حسب الجدول. نعم، عندنا أسماء عرعارة تقول التخطيط المسبق للشهر وتعلمنا في ورشة الاستعداد لرمضان. ما شاء الله، هذه من المتابعات معنا في الورش، تقول إن التغيير يبدأ من داخلنا وبتحديد أفكارنا المغلوطة عن الشهر، وأنه شهر عبادة ومعاملة طيبة وحسن تصرف وإعادة للإدراك صح. ومنها بالنسبة للطعام مثلا، تجهيز المائدة بنوع واحد من اللحوم والتنوع البسيط المتوازن مع مراعاة ما تحب الأسرة أو ما تحب الأسرة من أكل، وإن شاء الله لا نكون من المبذرين. شكرا يا أسماء. عماد المقرح يكون ما تكونش عندك ثلاجة في الحوش بحيث كل يوم تقعد تشري في اللي سدك فقط. جميلة الفكرة، تخيلوا حياش من غير ثلاجات، فكرة جميلة جدا عماد، منين جبتها؟ بس فقط خوفا من فسادها بدون ثلاجة، هيك وفرت. أو أنك تكون عندك توعية على الأطعمة واحتياج جسمك من البروتينات والفيتامينات بحيث ما تصرفش إلا ما يحتاج الجسم يوميا، هيك محتاج لوعي. عماد طبعا دار لكم إسقاط، يعني كأن الواحد هل هو محتاج أن لازم يكونش عندك تلاجة باش تجيب حاجتك بس اللي بتفسد ما تجيبهاش؟ من الأخير أنت أحسب هيك أن ما عندكش تلاجة وأي شيء ممكن يفسد. نكملوا تعليقاتكم ونكملوا الحديث، لكن بعد ما ناخذ هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله السلام وبركاته. من معايا بنتي؟ أهلين دكتورتنا، كيف حالك؟ أهلا وسهلا. أنا آلاء من سويسرا. آلاء، أهلا يا آلاء، كيف أخبارك يا آلاء؟ أهلين دكتور. وكيف رمضان في سويسرا؟ الحمد لله، الحمد لله والله دكتورة، ماشيين على نصايحك بارك الله فيك. هل عندكم يعني زي ما أنت قلتي وعطيتينا وناس رفيق دائما أن أنت تقولي ما تعطوش للمطبخ وقتك واجد، عطوه ساعتين. صراحة اليوم نفذت نصيحتك والأمور مشت كويس 100%. جميل. وحاولت أن نقنن في الوجبات. جميل. ما يكونش وجبات واجدة. جميل. وأنا بصراحة تحت وقدرت نمشي لعملي وقدرت ندير فريطي وما زال اليوم ما كملتش ما شاء الله، وإحنا قاعدين في نص اليوم يعني. نعم، وزلنا في أول يوم، فحبيت بس نشكرك من هالمنبر هذا، وأنا سعيدة جدا أن نحن نشوفوك في القنوات الليبية، ونحن فخورين بك جدا جدا دكتورة. أنا اللي فخورة بكم والله، بارك الله فيكم ونحبكم في الله، وأنا اللي فخورة بكم وفخورة بأثر التغيير عليكم. إن الإنسان يحاول يغير نفسه هذا أكبر إنجاز ممكن هو يديره في الحياة. شكرا يا ألا، بارك الله فيك. نكملوا معاكم في انتظار اتصالاتكم اللي تكون على رقم الواتس اللي موجود أسفل الشاشة، كذلك تعليقاتكم على بث الحلقة حنقروها إن شاء الله، ما تخافوش حنرجعوا لها بإذن الله. بس حابة نأكد على الجانب البيئي اللي احنا قلناه، أحياناً إحنا نعرفوا أن الحاجة اللي داروها أهلنا أو اللي داروا فيها الناس غلط، بس لما نحطوا في الموقف نديروها رغم أن قناعتنا تقول أنها غلط. في قاعدة سلوكية تقول أن قناعاتنا ليست هي ما نستخدمه أو ليست هي ما نلجأ إليه وقت القرارات، قراراتنا تنبع من الذاكرة، قراراتنا تنبع مما تربينا عليه. عشان هيك أي قاعدة عندك غلط وانت اقتنعت بها غلط لازم تبدلها بقاعدة صحيحة باللفظ، بالتأكيد اللفظي. وسبحان الله يعني شوفوا القواعد السلوكية الصحيحة إذا ما وافقت شرعنا فهي مش مزبوطة. الله سبحانه وتعالى خلانا كل الأمور نيتها تكون سرية ما فيهاش ذكر باللسان، لكن الشهادتين لأنها نقل من الكفر إلى الإسلام، الواحد لازم يتقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، علشان تطلع من اللسان تقر في القلب ثم تثبت في العقل. فهكذا لازم أنكم أنتم تقولوا كل أمر هذا الأمر غلط، لابد أن نغيره بكذا كذا كذا، لابد تقولوها لفظ. وهذه الخطوات إن شاء الله حنتعلموها مع بعضنا كيف حتعطينا النتيجة الرائعة، لكن خلينا نطلع فاصل وراجعين إن شاء الله. صوت اليوم. زوجتي مفهومها عن الحياة الزوجية تسوق، أنا معاش قادر نلحق على الصرف هذا كله، قعدت نحس أنها هي مريضة ومهووسة، مدام عندي قرش لازم نحطها لأي شيء هي تبيه. تشاهدونها بعد الفاصل. سمعتوا أن عندنا قصة اليوم، قصة من داخل بيوتنا الليبية. إحنا في هذا البرنامج حنطرق الأبواب مع بعضنا، حنحكوا عن قصص كثيرة، لكن قبل أن نمشي للقصة اللي أعلننا عليها حناخدوا اتصال. ألو، السلام عليكم. السلام. وعليكم السلام. أهلين، كيف حال دكتورة؟ أهلا وسهلا يا بنتي، من معايا؟ شكلك بنوتة صغيرونة.
لا باهي مش من الصغيرين. لكن صوتك نعم. تفضلي يا بنيتي. أنا نشكرك على البرنامج هذا دكتورة بحي. طبعا ونهني الشعب الليبي بمناسبة رمضان، نهني عائلتي بطبع على البرنامج هذا. موضوع الحلقة اللي هو التدبير، أنا نبي نركز على حاجة، أن التدبير في رمضان فيه إسراف أكثر من ناحية الآلات ومن ناحية المواعين. يعني أنت تعرف أن كل رمضان يشرو في المواعين، أنا نبي التدبير هذا، نبي الإسراف الزايد. يعني قصدي ما فيش حشمة عندهاش المواعين. بنيتي انت ما قلتيليش اسمك، شنو حابه نناديك بس باش نحاورك؟ مرام. مرام، مرام هو انت قلتي الاسراف مش في الاكل والشرب، الاسراف في المواعين والاشياء الجانبيه. يعني هم كل سنه كل سنه يشروا، يعني شنو يديروا بها مثلا المواعين الاولى؟ يلوحوا فيها مثلا ولا كيف؟ ايه هذه هي. لا ان كل سنه لا شكل معين طلع يبوا يشروا، قصدي نشرح فيه ان هذا اسراف زايد الحقيقه. يعني وانت طبعا تتكلمي من نبض الشارع، انت هذا تشوفي فيه في البيوت قاعد يصير واقع. يعني ايه انا نسبح فيه من ناحيه الاقارب وكذا، قصدي مثلا من السنه اللي فاتت. علاش السنه هذه باهي؟ السنه اللي فاتت وين حطيته؟ وين مشي هو معين؟ يعني لا ياكل ولا يشرب، يقعد. نعم كان يعني لازم يتبعوا إيه؟ اخر حاجه نزلت، مش مهم هذيك لو كويسه ولا مش كويسه. طبعا إيه؟ طبعا هذا ليه علاقه بنيتي باللي احنا كناه، القواعد الاساسيه اللي هي أنا معياري الذاتي لنفسي، نظرتي، تغييري لكل الأشياء اللي أنا تعودت عليها، الأمور الخاطئة بالإصلاح. بارك الله فيك يا مرام، شكرا لك لاتصالك معنا. مكملين مع بعضنا اليوم في موضوعنا وهو إسراف وتدبير النساء في شهر رمضان المبارك. فنحن نبغى نقول الكل، ما نبغوش نوجه الاتهام للنساء، لأن في نساء يقولوا أنا راجلي هو اللي كل يوم عزايم وقصة. لكن خلينا نمشوا نسمع قصتنا اليوم اللي هي منكم أنتم، من بيوتنا، من واقع حياتنا. عندي زوجتي مفهومها عن الحياة الزوجية تسوق، لمات، زرايد، طلوع، تصوير على السوشيال ميديا، وخاصة توا في رمضان. يا هي عازمة يا عازمينها، وكل مشوار تمشي لها لما يعزموها مثلا جيب أرفع وهدايا وتكليف زايد. وإذا كان هي اللي عازمة ولما عندها هي، وهذا يصير قريب كل يومين ولا ثلاثة، مرة صحباتها مرة هلها، وحتى هلي هي مش مقصرة معهم الحق، لكن جيب وجيب وجيب. المشروب ما نبيش النوع هذا، الخبزة ما نبيش النوع هذا، أنواع الحلويات، المكسرات، المالح تدير قداش نوع. ومرات حتى يخطر لها تقول ناخد جاهز. الحق أنا معاش قادر نلحق على الصرف هذا كله، ونشوف أن الموضوع طلع من الحد العادي. وقعدت نحس أن هي مريضة ومهوسة، وبديت نقول لها هيك، وهي طبعا تزعل وتشوف فيها بخيل ومقصر، وتشوف أن هذا من حقها. مدام عندي قرش لازم نحطها لأي شيء هي تبي، والحق معاش عرفت كيف نتصرف معها. ندعي لها ربي يهديها ويصلح حالها، لكن أكثر من هيك معاش نعرف شو ندير. وكان أنتوا عندكم حل بالله يقولوا لي، وبارك الله فيكم. مشاهدينا الكرام، سمعتوا القصة، سمعتوها معنا. هو البان الموضوع عادي، ممكن الكثير يقولوا يعني شنو هو إسراف في رمضان ولا في غير رمضان؟ القصة هذه اللي ديما صايرة ونقاش عليها، وين وصلنا بها؟ وصلنا بها أن راجل واضح أنه هو مش صغير في العمر، واضح كمية الكدر اللي في صوته، واضح العلاقة وين وصلت، علاقته هو وزوجه، هو زوجته. فموضوع الإسراف مش أصبح مجرد بس مظاهر وكذا، ضغط مادي، مشاكل داخل البيوت الزوجية، هدد السكن، هدد السكن الزوجي، مش السكن بس. يعني هو هدد السكنين، هدد السكن اللي هو البلوك واللوح والأتات، لأن مصروفات مادية، وهدد السكن الروحي، معاش فيه تواصل. إن الشخص واحد من الزوجين يوصل به الكدر إلى الدرجة هذه، الموضوع كبير جدا، ويحتاج فعلا إلى وقفة حقيقية، نوفوا مع أنفسنا ونراجعوا الأسباب اللي احنا قلناها، الذاتية والاجتماعية والبيئية، ونلقولها حل مع بعضنا بإذن الله. مكملين معاكم في موضوعنا اليوم، واتصالاتكم نستقبلوا فيها على رقم الواتس اللي موجود على أسفل الشاشة، كذلك تعليقاتكم. أنا حنحاول نقرأ بعض من تعليقاتكم اللي موجودة على صفحة القناة، لكن قبل أن نأخذها خلينا نأخذوا اتصال نقولوا ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. الباين في مشكلة في الاتصال.
الباين في ضغط اتصالات، فمين معنا الاتصال موجود؟ السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم. كيف حالك يا دكتورتنا؟ أهلا وسهلا بنتي. شن حابة تقولي لنا في موضوعنا اليوم، الإسراف اللي داخل بيوتنا في رمضان؟ معك سلمى من طرابلس. أنا حابة نقول لك إن المشكلة لما يكون مع الإسراف في رياء، يعني أنا نصرف ونشري حاجات بزايد باش لما نعزم مرت خوي ولا نعزم سلفتي. نعم نعم. نغيظها بإني شارية ومتكمة، وخاصة لو نعرف إن هي ما عندهاش مش مقتدرة. فهذه ظاهرة كاثرة هلبة للأسف. والحاجة الثانية كيف إن مثلا الأم تكون مسرفة وهي عارفة ظروف بنتها أو ابنها ضعيفة وما تساعدهمش، فبدل ما هي مثلا تشري معين جدد أو مكسرات أشكال ألوان، يفترض إن هي تساعد صغارها يعني. جميل. يقدروا يوفروا احتياجاتهم خاصة. أنت هنا تقصدي سالمة، سالمة تقصدي لما الأم تكون كبيرة صعبة. سالمة انت هنا لما تقولي تعاون اولادها، قصدك ان الامهات، حتى الامهات مثلا اللي في الستين من عمرها ووصلت الدرجه هذه، لانك قلتي تعاون اولادها، يعني اولادها فاتحين بيوت مثلا. والله اي والله شفت يعني سيده فاضله كبيره في العمر شويه قالت لي انا ما نقدرش نرمضن الا لما يكون عندي فنجان تكم فنجين قهوه جدد. كان جد غير في فنجان قهوه يا سالمة، سهله قادرين عليها. الله المستعان. تمام تمام. فجميلة بيكون معها غيرها. جميل سالمة، انت تقولي ان بدل هالاسراف الزايد ننتبهوا للي حوالينا، نشحوا اللي سما، نعتذر منك صلحوا لي الاعداد اسمك، ان احنا ننتبهوا للي حوالينا، اولادنا خوتنا اهلنا، في حد محتاج، بدل المصاريف الزايده اللي احنا نحطوا فيها اللي مرات هي اصلا ترف، في حد تاني محتاج. بارك الله فيك، جزاك الله خير. نعم كلمتك في محلها، شكرا لك. خلينا علشان ما حدش الباين الاعدادي بيخلي جماعه الناس اللي تعلق علينا بيزعلوا اللي علقوا على اللايف. تمام ان شاء الله حنلحقوا عليهم، بس خلنا ناخذوا اتصال. الو السلام عليكم. الو وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. من معايا بنيتي؟ معك ملاك من سبها. ملاك من سبها، ما شاء الله اليوم الجنوب منورنا، بارك الله فيكم. طبعا أنا تو انتم تكلموا فيها من الجنوب، أنا نشتم في روائح الجنوب، ناسنا واهلنا، وين خطواتي الاولى كانت في الجنوب. اهلا بك بنتي، تفضلي شنو حابه تقولي لنا؟ ان شاء الله رمضانكم مبارك، وان شاء الله كل سنه طيبين، ينعاد عليكم بالخير والبركه ان شاء الله. اللهم امين. وبصراحه انا نغيرك، نسمع به البرنامج لكن عمري ما مر الا تو مر عليا، وبسم الله ما شاء الله كلام حلو يعني اطلبك، بارك الله فيه ما شاء الله. بارك الله فيك. والمحتوى، محتوى الحلقه اللي انت تقولي فيه ملاك. ملاك انقطاع اتصالك، ما عادش نسمع فيك لو انت معنا. الو الباين، الباين انقطع. في اتصال ثاني، محمد من طرابلس. بس انا حابه ناكد بس للبعض، هذه الحلقه الاولى راهو البث للبرنامج، الحلقه الاولى، ممكن قبل انتم تشوفوا في استضافات فقط. محمد السلام عليكم. يا أيوة محمد. السلام عليكم. اهلا بك يا محمد. ايوه يا ولد. خير بك يا دكتوره. مساء الانوار ابني، كل سنه وانت. محمد الاسم، محمد من طرابلس. محمد من طرابلس، اهلا بك يا محمد، كل سنه وانت طيب. نعم وانت بخير ان شاء الله، ربي يتقبل منا ومنكم ان شاء الله يا دكتور. اللهم امين. محمد شنو حاب تقول لنا في نظرك انت تو في عيلتك؟ نبيك بس تقول لي هل في اسراف في المحيط العائلي متاعك من النساء والله من الرجال؟ محمد يبدو أنه انقطع الاتصال، فخلينا ننتهز الفرصة ونقرأ بعض التعليقات اللي قاعدة تجينا على المباشر. المؤمنة بالله تقول بارك الله فيك دكتورتنا وجزاك الله خيرا في ميزان حسناتك إن شاء الله وأنتم كذلك. الغيم الماطر يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك وجزاك الله عنا كل خير يا دكتورة على البرنامج. بالله لو سمحتي تعطينا بعض النصائح حول التعاون في البيت بين الأم والزوجة ابنها، وكيفية التعامل وكيفية لم الشمل بينهن. حاضر إن شاء الله، هذه حنتطرق لهم، كل القصص هذه حنتطرق لها، واللي حاب يعرض قصة ليه خاصة يقدر يتواصل مع الإعداد، يتصل بس يقول الإعداد إنه هو عنده مشكلة يبيها تنعرض زي المشكلة اللي تو عرضناها. أي حد عنده قصة أو مشكلة يبيها يتواصل مع الإعداد على نفس الرقم ويقول لهم إنه هو يبي يعرض مشكلته أو هي تبي تعرض مشكلتها، والإعداد إن شاء الله حيقوموا معاكم بالواجب. تمام. فاطمة تقول تصير هلبة للأسف، ربي يهدي وخلاص. المتوكلة بالله
دائرة تاج هذه تمام. خلينا بس قبل لا نكمله حابة أني أنا ننوه لبعض الأمور المهمة في موضوع الإسراف، وهي أن البعض أصلاً مش عارف روحه هو مسرف أو لا، لكن لو واحد فيكم مش عارف روحه يستنانا بعض المكالمة هذه حنقوله كيف تعرف روحك أنت مسرف أو لا. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. أهلاً يا أم سراج، أهلاً بك يا أم سراج. السلام عليكم. أهلاً. علي السلام الله. علي لي صوتك شوية أم سراج. للأسف انقطع مرة أخرى الاتصال. زي ما قلت لكم أنا شفت بعض التعليقات سواء كان على سؤال الحلقة أو توه في المباشر اللي يقولوا أصلا في الإسراف، يعني ما هو الإسراف أصلا، هل أنا مسرف أو لا. أنا حابة نعطيكم نقطتين الواحد فيكم يعكسها لنفسه سواء رجل أو مرأة، رأوا لأن الحقيقة ممكن في رمضان إحنا نقولوا النساء النساء وإسراف النساء، لكن الحقيقة إن أيضا الرجال يصرفوا، لأن الإسراف في أمور كثيرة في الحياة، بس الآن لأن إحنا في رمضان ركزنا على الجانب هذا. أول نقطة، إذا كانت كل ما تشتهيه نفسك أنت تتبعها، أي حاجة تشبهها تبي تأخذها، أي شيء يعني كانك ما خديت الحاجة هذه أو ما خديت الحاجة هذه شن يسرى لك. وطبعا هذا سبحان الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قالها لجابر بن عبد الله لما لقاه شاري لحم، شن قال له؟ أكل ما اشتهيت اشتريت، حطوها كيف راسكم، أكل ما اشتهيت اشتريت، لا عندي ضوابط، عندي ميزانية، عندي أمور، عندي أولويات، هذه مهمة، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، شوفوا راقبوا نفسكم، هل في حاجة شريتها وتركنت على جنب؟ نبيكم تو تشوفوا داخل حاجتكم من شهر، شهر فات، تذكروا آخر حاجة شريتوها من شهر وينها؟ تستعملوا فيها ولا متركنا الجنب؟ عندكم معين شريتها، طنجرة شريتها الأسبوع اللي فات أو الشهر اللي فات، أمتى آخر مرة استعملتها؟ جهازك اللي شريته أو التيشيرت اللي شريته أمتى آخر مرة لبسته؟ هيك يعني مش بس أكل وشرب، بالعموم إذا كان طبقوا القاعدتين الزوز هادو فأنت للأسف أو أنت للأسف دخلتي في الإسراف. أما إذا كان أنت مش طالعين فيها فالحمد لله الأمور جيدة. وزي ما قلنا عشان نسيطروا على أمر الإسراف لابد أن احنا نعالجوا الأسباب، علشان أي أمر حلت أسبابه انحل هو. نكملوا بعض التعليقات، والإعداد ما يبينيش نقرأ التعليقات الباين هكي. نقول السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا، من معايا؟ بشير من طرابلس. بشير من طرابلس، أهلا بك ابني بشير. أول شيء كل عام وأنتم بخير، ونسأل الله نعيد علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية كلها بخير. اللهم آمين. اللهم آمين، ربي يستجيب إن شاء الله. وبارك الله فيك دكتورة، أنت على إتابتك هذه المواضيع اللي من صلب ثقافة المجتمع ومن صلب عاداتنا وتقاليدنا وأعرافنا اللي للأسف إنها اندثرت وصابحيني فيها، ريما بيش نكون ذكوري والله هكي، لكن جل الأسباب يعني في مجتمع النساء. نعم تواري بقول حاجة وبيزعلوا مني النساء وانت بتحبني جريرتها. أنا أوافقك الرأي أن أي خطأ يحدث كبير في المجتمع السبب وراءه النساء، هذا أمر غلبتنا عليه النساء، إذا صلحت المرأة صلح المجتمع بإذن الله. فأنا حنتحملها معاك، حنتحملها معاك وحنقولها تمام. الله يبارك فيك وفينا وفيك تمام. ومن جانب ثاني في ثقافة اندثرت من المجتمع، وهي فكرة التدبير المنزلي وفكر الشغل المنزلي، احنا لحقنا عليه امهاتنا وجداتنا، جل الأطعمة الليبية اللي معروفة سواء في الحلو ولا في الحار كانت تدافع تجهز قبل رمضان حتى، نعم يتم الاستعداد لها بأقل الميزانية. مناسباتنا الاجتماعية كبيرة ولا على مدار العام تدافع، يعني يتم إعدادها في المنزل. للأسف توا أن لما تقعد زي صفة الفطور ولا الغداء كلها مسلوق، وتعرفي الظروف اللي نعانوا منها، الظروف الاقتصادية وغلاء المعيشة يعني نعم مرهق جدا، يعني في من جانب انه بيوفر ماكل وملبس في ومن جانب نسأل الله ليك التوفيق، وحطيت يدك على الجرح دكتورة. بارك الله فيك، كل عام وانت بخير وانت بصحة وعافية، وكل أمة الإسلامية يا رب العالمين جزاك الله خير، بارك الله فيك. أنا هنا حابة نعقب، طبعا أنا قلت وما زلت على كلمتي أن إذا صلحت المرأة صلح المجتمع، فسدت المرأة فسد المجتمع، يعني المرأة أساس مهم، لكن الرجل
أستاذ بشير وكل اللي معنا في الموضوع هذا، القوامة عليك أنت، علشان هيك لابد ضبط المعايير في الأمور هذه، فلابد توضيح جوانب مهمة، مش كل شيء نخلوه هكذا بدون ضوابط، لابد أن يكون في معيار ثابت لمواضيعنا الحياتية، وهذا يبدأ من فترة الخطبة. تو شوفوا إحنا في الإسراف بنط شوية لموضوع الخطبة والزواج، ليه؟ لأن اللي قاعد يصير توا كله سبب أن إحنا أصلاً علاقاتنا الزوجية من البداية موضوع الخطبة صاير فيها كسر، كلها مبنية على مظهر شكل، فبالتالي كله بيتبع الشكل والمظهر. من أول الخطبة لابد يعرف تعرف إمكانياتك تماماً وتعرف أنت متطلباتها تماماً، تناسقت في هذا الأمر، تجادبت فيه، كان فيه توافق أو ما يسمى الآن كيمياء، كتب الله الخير. ما صارش تنتهي الخطبة، الخطبة اندارت علشان نفهم بعضنا، فكسرها هنا داخل موضوع الإسراف قصدته وتعمدته علشان ننوه أن يبان الخطأ عند المرأة، لكن الحقيقة اللي يتحمل الخطأ الأساسي هو الرجل، لأنه هو اللي المفروض يصنع الأطر الأساسية للموضوع. فلابد من تكاتف الاثنين مع بعض، المرأة والرجل، بأن يكون الطرفين في توافق تام من مرحلة الخطبة وتنتهي بالزواج، ليكون سكن حقيقي كل المعايير فيه صحيحة. ونقوله ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. مبين أن في مشكلة في الاتصال. زي ما قلت لكم، الأساس لتغيير أي أمر أولاً أن احنا نعترف أن فيه مشكلة، وهذا جميل، أغلبيتكم معترفين أن فيه مشكلة إسراف، رائع جداً، أول خطوة للتشافي من أي عطب سلوكي أن احنا نعترف به. ثم الوعي الذاتي، لأن فيه فرق بين نوعين من الوعي، فيه الوعي العام وفيه الوعي الذاتي. الوعي العام أنني نعرف مشكلة عامة في المجتمع، الوعي الذاتي انعكاسها علي. فكلنا ما شاء الله تبارك الرحمن، وخلال توا استماعي لمكالماتكم وتعليقاتكم وإجابتكم على سؤال الحلقة وكذلك الاستطلاع، في وعي عام رائع في الشارع وفي البيوت الليبية والعربية عموما أن فيه مشكلة إسراف. نعم، في اعتراف أنها موجودة، ما فيش إنكار، لكن الوعي الذاتي أين أنا من هذا الأمر؟ نفذوا الخطوتين اللي قلتهم لكم، اللي هي هل أشتري كل ما أشتهي، وهل أشتري وأضع على جنب. نكملوا مع بعضنا، لكن نقولوا ألو السلام عليكم. السلام عليكم. مش واضح عندي الاتصال. بعد إذنك بنتي أو ابني اللي يكلموا فيها، نقصوا صوت التليفون وكلمونا من الهاتف. بعد إذنكم، الصوت التلفزيون يدير لنا مشكلة. ألو السلام عليكم. ألو. عليكم السلام محمد، أهلا بك ابني. أيوة. أنا نستمع لك، تفضل يا محمد. سلام عليكم، كيف حالك دكتورة؟ أهلا بك ابني، كيف حالك؟ ورمضانك طيب ومبارك إن شاء الله. وأنت طيبة، بارك الله فيك. وفيك كذلك. أجمعين أم العربية سمين إن شاء الله. اللهم أمين. شن حاب تقول لنا يا محمد؟ قلت لك دكتور، الإسراف والتبذير الحق النساء كلهن، هن اللي يبذر، هن اللي يدير، يبن طناجر جدد. يعني الرجال براءة يعني. طيب، كل بنته وكل بن كل جديد ما يعرف بعضهم. بايا محمد. كيف جاء الرجال الحق دكتور؟ يا محمد، بايا شنو تقول للراجل اللي كل يوم يجيب 20 واحد عزومة وكل يوم عزايم وكل هذا، شنو بتقول للي مرته هي اللي تشكي تو؟ معناه هو اللي مسرف هيك ولا؟ محمد، أين أنت يا محمد؟ البيت لمات يا دكتور، لمات هن الراجل حتى كان جاب بسيط، لكن هن لمات وقلت هن زايد الحق دكتور. تمام، ربي يحفظك إن شاء الله. وهذا اللي قلت لك يا محمد من البداية، الوضوح، أنا قدري كذا، لا أستطيع أكثر من هيك. لازم أن احنا ننتبهوا لهذا الأمر. الرجال يقولوا لا أنا ما كذبتش، لكنك تجملت. في فرق بين انك انت ما تقولش الحقائق، لازم تقول راهو، مش ان انا ساكت، انا ما قلت لها عندي، ايه لك ما قلت لهاش ما عندي، لازم ان نوضحوا هذا الامر. السلام عليكم، معنا اتصال ثاني. السلام عليكم. يا ريت كل اللي يكلمونا ينقصوا صوت التلفزيون ويكلمونا من الهاتف عشان الصوت يكون واضح. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شن حالك يا دكتور؟ اهلا وسهلا، من معايا ابني؟ بالقاسم، بالقاسم من لندن. اهلا بك بالقاسم من لندن. ان شاء الله ان شاء الله. اهلا بك، كيف اجواء رمضان في لندن؟ والله ما فيش رمضان صراحه، ما فيش. يعني في حنين للوطن. اكيد اكيد. الله المستعان. تفضل يا بالقاسم، شن بتقول لنا من خلال رؤيتك الخارجيه؟ انت الان تطلع على الوطن من برا، يعني الرؤيه عندك اوضح، تفضل اعطينا.
والله أنا عندي مشاركة بسيطة، بس أنا بصراحة اتصلت لسبب واحد. أنا نبي ترحم. نعم نعم يا أبي القاسم، على من حاب تترحم؟ رحمه الله وغفر له ما فقيدكم أيا كان، لأني لم أستمع لك. للأسف ابني بالقاسم صوتك مش واضح عندي. ربي يرحم فقيدكم وإن شاء الله يغفر له وإن شاء الله مثواه الجنة يا رب العالمين. معنا منى. ألو السلام عليكم منى. يا منى، منى بعد ابنك بنيتي، أسمعيني من التليفون، كلميني من التليفون بنيتي. منى باين في مشكلة، الباين في مشكلة في الاتصال. مكملين مع بعضنا، وموضوع حلقتنا اليوم أو سؤال حلقتنا اليوم هو التبذير والإسراف في رمضان، كيف نقدر نسيطر على هذا الأمر، ومن المسؤول عن المرأة والرجل؟ اتصالاتكم ناخذ فيها عن على رقم الواتس اللي موجود أسفل الشاشة، كذلك تعليقاتكم تجينا على البث المباشر على الحلقة وهنقرأ بعض منها عشان ما حدش يزعل. أول ما جت في وجهي هي توا زهرة الأقحوان تقول السوشيال ميديا والتقليد هي السبب الأول في المظاهر والإسراف. نعم نعم يا زهرة، لكن نرجع، هل السوشيال ميديا حتأثر فيها لو أنا عندي الأنا الذاتية عالية، أنا واثق في كل حاجة عندي، مش حنتأثر؟ فهنا احنا نشوفوا الامر ونشوفوا معكوسة على الاسباب عندنا احنا. منى رجعت معنا، السلام عليكم يا منى. منى السلام، كيف حالك؟ عليكم السلام، اهلا وسهلا يا منى، تفضلي يا بنتي، من وين تكلمي فينا يا منى؟ من مسلاتة. من مسلاتة، كيف حال مسلاتة وزيتون مسلاتة؟ الحمد لله بخير. تفضلي يا منى، شبارك. اهلا بيك بنيتي، شن حابة تقولي لنا في موضوعنا اليوم؟ والله هو موضوعنا اليوم موضوع قصدي فهمتي النساء هم اللي يعني مش هني المرأة، بس ما حدش يقول أنا اللي جاي على النساء أو النساء يقولوا على روحهم، الحمد لله تمام. باه يا منى، ما دام المرأة تعرف إنها هي مسرفة، ليش ما تسيطرش على الإسراف الزايد خاصة في الأشياء الغير ضرورية؟ ليه منى؟ باين انقطع الخط منى، الباين الخط انقطع معنا. منى موجودة؟ منى منى ألو. أيوة يا منى. ألو. منى بنتي نسمع فيك بنيتي، تفضلي. ايه قلت لك النساء هم اللي بشهر رمضان مصرفات هلبة، وفهمتي بالنسبة للمعينة كتير حاجة يشرف الحاجة ويضم وما يستعملش فيها أصلا. تمام. يعني انت شايفه ان من الناس اللي تاكدي ايضا ان الاسراف هو على المشتريات، المعدات، الالات والمعين اكثر من الاكل والشرب. يعني هيك نوصله، يعني هيك نوصله معناها المشكله صوره، صح؟ ما دام تهتم بالمنظر يعني صوره، مش اللي في وسط الصوره للاسف. ايوه بالضبط. نعم قاعد يهتموا بالتصوير وقاعد يهتموا بالتنزيل وبالمناظر. نعم للاسف ما يهتموش، وفي الاصل هو شهر رمضان شهر طاعات وشهر عبادات، يعني مش نعم. لازم وانت بدورك هيك تنزلي تصوري في الماكله وتنزلي فيها، في ناس ما عندهمش. نعم نعم نعم، اصلا في كسر خاطر كثير من الناس اللي تشوف وتتشاهى، ومش بس راهو اللي يبي، حتى المسؤول عنهم، يعني مش مثلا تقولي أطفال أو مرأة مش قادرة، المسؤول عنهم بروحه يتكدر يتضايق لأنه يشبح في ولاده وزوجته، يشحوا في حاجاته وهو مش قادر يحققها لهم. شكرا يا منى، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. ونعاود ونأكدوا علشان نطلعوا من هذا الأثر كله، لا سوشيال ميديا ولا أي شيء يقدر يأثر فيه. لو أنا عارف روحي كويس، محقق لنفسي ذاتي، محقق حاجات في حياتي نفتخر بيها، حاط خطة لنفسي. علشان هيك بالله عليكم هذا الشهر أهو الكريم المبارك اللي جينا مرة في السنة، فرصة نعيد حساباتنا في كل شيء في أمور حياتنا، علاقتي مع نفسي، علاقتي مع ربي، علاقتي مع أهلي، علاقتي مع حياتي أنا أصلا. وهو لا بأس، ما يقولش حد إن احنا قلنا لا ما نفرح وما نتزين وما نديروا أكل جنين، لا، لكن لا لا إسراف ولا تقتير، بالنص بين بين. معنا اتصال. ألو السلام عليكم. السلام عليكم. الباين في مشكلة في الاتصال، مش واضح بالنسبة لي. حنزيد بعض التفاصيل المهمة جدا في موضوع الإسراف، وأي أي هذا تقدروا أنتم تعكسوه على أي مشكلة سلوكية أنت مش قادر تتخلص منها. دائما دائما
الوعي الذاتي هو الأساس. ليش احنا نركزوا على الوعي الوعي الوعي؟ لأن احنا مرات الصورة قدامنا، يعني في منظر معين قدامك انت تشبع في المنظر خلال الأطر اللي فيه، لكن ترى جرب زاوية هكي زاوية هكي اعكس. ريته لما يبدأ مصور يصور في صورة يقعد يميل غادي يميل، ليه؟ لأن يبي يطلع رؤية. نبدأ نقول هكي هو عنده رؤية، تمام هكي بالضبط الوعي. حاول ان انت حط نفسك، حطي نفسك حياتك، حطي الأطر متاعها وتعالي لفي عليها من كل الجوانب. اسالوا اللي حواليكم، شوفوا اراء الناس اللي حواليكم فيكم، هذا يعطيكم رؤيه عن نفسكم انتم مرات ما تشوفوش فيها. لان الكثير منا عنده مشكله في معرفه النفس، يحسب بروحه انا كويس انا مش مسرف انا كذا، لكن الحقيقه هو واقع في، مش بس في الموضوع، هو واقع في فخ الموضوع. عشان هيك لازم ان احنا ننتهزوا الفرصه توا نوازنوا حياتنا، لان زي ما الإسراف سيء البخل سيء. فلأن احنا نتكلم الآن على الإسراف، مهم جدا نعصد الضي شوية على البخل، لأن فيه ناس ما يعرفوش يوازنوا. الله سبحانه وتعالى علمنا والسماء رفعها ووضع الميزان. أنتم توا كلكم في رمضان تقروا في القرآن والكل يركز عليه سورة الرحمن، وجي الآية هذه قدامكم، وازنوا حياتكم علشان تمشي صح. كيف تمشي صح؟ لما أني ندير تخطيط لحياتي، ماذا أريد وماذا أحتاج وماذا سأحقق. خلوها ديما الكلمات هذه في رأسكم. ومعنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا بنتي. مرحبتين مرحبتين بك. معك نجلة من سبها. نجلة من 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 وين؟ سبها. اليوم الجنوب واخذ نصيب الأسد ما شاء الله تبارك الرحمن. تفضلي يا نجلة، شنو حابة تقولي؟ مرحبتين، كل عام وانتم بخير وانت بصحة وعافية. وانت بصحة وعافية، الله عليكم بالخير. والله يعني بشارك في عنوان الحلقة بصراحة الشيء كلنا منا هذا منا احنا النسوان تمام. هدي عدت للمحل مش عارفة شن شرت شكل فراشة حتى اني يا فلان تعال مش عارفة شني حتى اني اشري لي كيف الشيء اللي هي خذاتها ومش عارفة دارت هدي بيتزا لا حتى اني ندير حجم اكبر منها ومش عارفة شني. ما هي نجلة يا نجلة يعني تو في غيرك اكدوا على نفس السبب اللي انت تقولي فيه، والكثير من التعليقات تبعتها الان على الصفحة يقولوا ان الاساس النساء. انت نجمة بس ولا نجلة؟ بس اكدي لي نجمة. 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 نجمة نجمة ان شاء الله ديما نجمة نضوي يا رب العالمين. شوفي كلكم تقولوا ان حماتها دارت خالتها دارت كذا دارت بتدير زيها، باهي ليه؟ هي هذا السؤال اللي انا بنوصلكم ليه بنياتي. ليه انت تبي تدير زي فلانه؟ انت شنو علاقتك في فلانه؟ ليش ما يكون عندك حياتك الواضحه؟ انت عدد اولادك مش زيها، ظروفك مش زيها، زوجك مش نفس مثلا مدخوله، امور كثيره، اهدافك احلامك مش نفس بعض. فليه نقع في هذا المطب في نظرك؟ هل لان عندنا مشكله اصلا في روحنا، ولا لان الامر اصبح مفروض علينا يا نجمه؟ نجمه نجمة قطع الاتصال وهي تجاوب، هي ترد علينا. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معايا بنيتي؟ معك ندى من طرابلس. أهلا يا ندى. يا ندى أنا سألت سؤال قبل شوية مش عارف أنت كنتي تتصلي سمعتيه ولا لا، فاني حابة نقوله لك تمام عشان نستفيدوا من الاتصالات. الكل يقول تقليد وهذه قلدت حماتها وهذه قلدت عمتها وهذه كذا. ليش ما كل واحدة تكتفي بحياتها؟ ليش التقليد؟ سبب التقليد لأن هذا أهم، يعني موضوع الإسراف باش نناقشوه صح ونتخلصوا منه، تحليلنا الأمور هذه هي اللي وصلنا للنتيجة. ليه؟ ليه ما كل واحدة تكتفي بحياتها وظروف حياتها؟ أيوة يا ندى. ندى ما فيش ندى. إذا زي ما قلنا الفكرة الأساسية في الأسباب الثلاثة اللي أنا ذكرتها لكم، أسباب الذاتية، أنا علاقتي بنفسي، احترامي لذاتي، كينونتي، أنا عندي شخصيتي ما ليهاش علاقة بأي حد تاني، أسباب الاجتماعية، تأثير اللي حواليا، ضغوطات اللي حواليا. لازم كل ما تعلت الذاتية ما عادش أثرت فيها الاجتماعية، ماش نتأثر لأنني عارف حاط خط لنفسي وماشي فيه، أهداف لأولادي ولزوجي وبنحقق حياة وبنحقق نجاح، ما لي علاقة بحد. ثم البيئية اللي هي بدون ما نعرفه وإحنا حاطين هذا كله بس نغلطه. ليه؟ لأن ما تخلصنا من المعلومات المغلوطة اللي إحنا توا نربوا في أولادنا عليها. لازم من توا أنت صححي معلوماتك، أنت صحح معلوماتك اللي بتتخذ منها قراراتك. نعود ونقول قاعدة سلوكية مهمة جداً،
قراراتنا ما تنبع من معتقداتنا ولا من أفكارنا، لكنها تنبع من ذكرياتنا، من المواقف اللي مرينا عليها، علشان هيك نصححوها بالتصحيح اللفظي، لازم من اللفظ، ونبدو نصنع أشياء لأولادنا كويسة. لما أنت توا، وهذا سبب جميل، أنت وأنت تسمعوا فيا الآن، رمضان فرصة للتغيير، وانه حتى بنيه اني بولادي وبنيتي يطلعوا احسن مني، فاني تو نظبط مصاريفي، واني نبدا نقول باش كم في حاجه في الثلاجه، كم ناقصه حكه، كم في كذا، عشان اولادي يتعلموا، بنياتنا ولداتنا يبدا هذا هو اللي عندهم في ذاكرتهم، هذا اللي بعدين يبنوا منه قراراتهم ويتخذوا به حياتهم ويوصلوا للنجاح، لان مجتمعنا مش حيتغير، ولا كل هالمظاهر اللي احنا نشكو منها، راه الكهرباء والميه هذه كلها راهو داخلكم انتم البيت، لو صلح البيت هو السكن هو الصغير حتصلح البلاد كلها. خلينا نكملوا مع بعضنا ونذكر بسؤال الحلقه، التبذير والاسراف في رمضان اسبابه وشن اللي يؤدي ليه. اتصالاتكم عن طريق رقم الواتس اللي موجود على الشاشه، كذلك تعليقاتكم على البث المباشر، وانا كنت بناخذ بعض تعليقاتكم، لكن معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام، نهارك سعيد دكتورة. ونهارك طيب ومبارك. من معانا ومن وين تكلمي فينا بنيتي؟ أم الزبير من طرابلس. أم الزبير من طرابلس، ربي يحفظ لك الزبير إن شاء الله. أم الزبير، شو رأيك في كل اللي كنا نقوله فيه لو كنت متابعة معنا الحلقة؟ يا دكتورة معجبة بيك جدا، وكنت نحضر فيك في برنامج صباح الخير يا بلادي، ونتابع فيك أول بأول. بارك الله فيكم، أخجلتوني، ربي يحفظكم إن شاء الله. أم الزبير ونستفيد جدا فعلا. أيوة أم الزبير نستمعوا لك. بالنسبة للتبذير، هذه تعتبر ظاهرة منتشرة بين الناس، وهي تبدأ أصلا من الأسرة. مفروض الأم هي تعود أبنائها على القناعة من البداية، بحيث إن مش كل ما يحبوها يبوا كيفها ويبوا يستهلكوها. هذا أول شيء. وثاني شيء آخر، هذه الظاهرة منتشرة بين طالبات المدارس، بحيث إن حتى هنا يبني يدير عن على يقولهم زردات، ويطلب بالثلاثين بالأربعين دينار، وسمحي لهم إنهم يجيبوا بوكسات وحاجات من برا، فأثروا حتى على الوالدين في المصاريف. هذا من المسؤول عنه، هيئة تعليمية ولا البيوت؟ من المسؤول عنه الموضوع؟ هو المظاهر البدخ والإسراف اللي بدت في المدارس بين التلميذات، المفروض ماشيات بيتعلموا مش ماشيات بيزردوا، من السبب؟ من المسؤول، الهيئة التعليمية ولا الأهل ولا الاثنين؟ والله الاثنين، لا صراحة الاثنين. كيف تتصرفي يا أم الزبير لو بنتك قالت لك يا ماما كذا كذا وغدوة عندنا زردة، شو بتقولي لها؟ والله أنا على حسب، مرات نعطيها ومرات لا. تمام، بارك الله فيك. هو هذا اللي أنا كنت نبي نقوله، يعني نحاول قدر الإمكان إحنا ما نقولوش لا على طول، لكن نحاول أنني نسأل باهي ليش، باهي شن بتستفيد، باهي شن الغرض منها، باهي أنت مقتنعة بها، باهي كذا. دائما أولادنا عشان يقتنعوا باللي إحنا مقتنعين به باش نوصلوا لهم قناعاتنا، ليست فرض. رسولنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم لم يقل لأحد أبدا افعل ولا تفعل، والآن في علم السلوك اخترعوا قاعدة اسمها للتربية الصحيحة لا نستعمل افعل ولا تفعل، وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم هذه كانت قاعدته في التربية، لم يقل حتى لغلام ولا جارية، فما بالك لأهل بيته. فتكون بالقدوة والنقاش. بارك الله فيك يا أم الزبير، جزاك الله. أم يوسف، وحتكوني آخر اتصال معنا. أم يوسف نعتذر منكم، مش هناخد اتصالات تاني علشان نلحقوا على الباقي. أم يوسف السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا دكتورة رقية؟ كل عام وانت بخير. أهلا وسهلا بك، وكل سنة وانت طيبة يا أم يوسف. كل عام وانت بخير، إن شاء الله ينعاد عليك الصحة والسلامة. اللهم آمين، وعلى كل أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ربي تقبل منا إن شاء الله يا رب. اللهم آمين. يا أم يوسف شن بتقولي لنا؟ أول حاجة نبي نسألك وتجاوبيني، أنت مسرفة ولا لا؟ من طبرق يا أم يوسف، أهلا بك بأهلنا في طبرق. أم يوسف أنت مسرفة ولا مش مسرفة بصدق؟ بأمانة أنا كنت مصرفة يا دكتورة. كنت مصرفة وكنت من نوعية اللي لما يقعد عندي مبلغ مالي لي أنا أو زوجي، حتى لما يكون لي أنا عادي نصرفها في حاجات ما لهمش لازمة. يعني لما حضرت سياسة أني أنا نبي عندي هدف نبي نديره، نعم تميت نوفر في المبالغ. نعم، يعني لما يبدأ عندك هدف تهزع الأمور الصغيرة اللي أنت كنت تضيع عليها، اللي هي إحنا بكري قلنا باش تعرف روحك مسرف أو لا، إذا كان أنت اشتريت كل ما اشتهيت، وإذا كان اشتريت حاجات وما استعملتهاش زي ما أنت قلتي. شكرا يا أم يوسف.
شكرا أم يوسف، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. للأسف أنا نحاول أنني نرضي الجميع، حاول أنني نقرأ التعليقات لو عندنا وقت، لو الكنترول هل يسمح لنا. تمام، خلحقوا على السريع بس عشان حابة أني أنا نقرأ البعض. آية تقول سبب التقليد هو التربية الغلط، من الصغر أمي تقول لي ألبسي حلو زي فلانة، أنجحي زي فلانة، جميل، شوفي فلانة كيف دارت، شوفي فلانة كيف نجحت، شوفي فلانة كيف تسمع في كلام أمها، تربينا على مراقبة الناس وتقليدهم. آية فعلا كلامك جميل جدا، وبنختم بك أنت كرسالة. وحابة في الختام نقول لكم أن المشاكل هذه اصلا تتضح او تحدث فينا في حياتنا بسبب عدم وضوح حياتنا. حاولوا انكم انتم تفهموا نفسكم، حاولوا ان كلامكم للاخرين يكون واضح ومحدد. والرجال اللي الان يشكم الاسراف في رمضان زي صاحب القصه اللي كان معانا، نصيحه، اوعى تتكلم وانت غاضب، ورد بالك تجي تدير لها عركه وانت شاري الحاجات، استنى لحظة هدوء وتعال قول خمس كلمات فقط. الكلام وانت غاضب كل اللي بتقوله مش هيوصل لعقلها نهائيا، هي مش هتستوعبه منك. عشان نقنع شخص قدامي بكلام اللي نبي نقوله واني هادي مش واني منفعل، ونقوله من خمس الى سبع كلمات، انا هذا اللي نقدر نجيبه مش اكتر، وهكذا يعني. اختاروا انتم اللي يناسبكم، عشان هذه الطريقة الوحيدة اللي توصل بيوتنا لاحسن ما يكون. حابة نذكركم ان برنامج الحوش واسراره حيكون معاكم كل يوم على قناة ليبيا الاحرار بتوقيت الساعة 3 بتوقيت ليبيا ما عدا يوم الجمعة. بإذن الله كل يوم حيكون عندنا قصة من داخل بيوتنا، واللي حاب إن قصته تكون معنا يتواصل مع الإعداد على نفس الرقم اللي موجود على الشاشة، وهم حيفهموا شنو المطلوب منا. كذلك كل يوم حيكون عندنا سؤال، يعني اليوم في الليل تابعوا على صفحة ليبيا الأحرار حنحطوا سؤال على حلقة بكرة، إجاباتكم عليه ساعدنا في وضع الخطة الصحيحة للإصلاح. وأيضا أثناء الحلقة دائما نستقبل اتصالاتكم على الرقم الموجود في الصفحة، ويكون في بث مباشر نقرأ بعض التعليقات إذا حلفنا الوقت. بارك الله فيكم جميعا، ونعتذر والإعداد يعتذر يبلغني اعتذاره للكثير اللي ما قدرناش نلحقوا اليوم وناخذوا اتصالاتهم. وصلنا لختام حلقتنا اليوم، وبإذن الله ملقانا السبت إن شاء الله. ما تنسوا دائما الخلاص في الإخلاص. في أمان الله. Thank you.